السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بهالفيديو اللي اليوم رح نحكي فيه عن مجموعة أشياء مهمة لكل مستخدمين الفيسبوك. طبعا بهالفيديو رح نعرف كيف نحذف سجل المشاهدات الفيديوهات اللي انت مشاهدها على الفيسبوك، وكيف نخفي حالتنا اللي هي حالة الاتصال لما تكون فاتح الماسنجر، وكيف تطفي تشغيل الفيديوهات التلقائية على الفيسبوك، وكيف ممكن انه نفتح الروابط خارجيا من الفيسبوك. يعني لما تفتح الرابط ما يفتح لك داخل الفيسبوك، يفتح بالمتصفح اللي بدك اياه. تمام، اول اشي بدنا نتوجه الى الفيسبوك، بعدين ندخل الى صورة البروفايل الخاص بينا اللي موجودة جنب الاشعارات، نتوجه الى الاسفل وندخل على الاعدادات، ثم الاعدادات والخصوصية، ثم اعدادات الملف الشخصي الخاص فيك. لو ننزل الاسفل شوي في عندك اشي اسمه حالة النشاط، راح يكون شغال عندك انت طبعا بتطفيه. راح يحكي لك انه انت في هالحالة راح تطفي الحالة النشطة الخاصة فيك، ما حد راح يشوفك، ولكن كمان لو طفيته كمان انت ما راح تشوف اصدقائك في الحالة النشطة، فالخيار الك بيرجع لك لو حاب انك تشغله او تطفيه. تمام، نرجع للخلف وننزل الاسفل كمان شوي، في عندك سجل النشاطات لو نفوت عليه. زي ما انت ملاحظ لو ننزل لاخر اشي فيه راح تشوف اشي اسمه الاجراءات المسجلة والنشاطات الاخرى، بامكانك تشوف كتير شغلات منها سجل عمليات البحث ومقاطع الفيديو اللي شاهدتها او اللي بحثت عنها والجلسات النشطة الخاصة في حسابك. طبعا كثير اشياء بامكانك تشوفها، احنا بدنا ندخل فقط على الفيديوهات اللي شاهدناها. وزي ما انت شايف راح تشوف كل الفيديوهات اللي انت شاهدتها من حد فتح الحساب. بامكانك تحذف فيديو فيديو، ولو حاب تحذف كل شيء بإمكانك تعمل مسح سجل مشاهدات الفيديو، وطبعا هالموضوع ممكن يستغرق شوية وقت حسب طول اللائحة اللي موجود عندك. تمام، نرجع للخلف وننزل للأسفل لعند الوسائط وجهات الاتصال. اول خيار بيحكي لك انك لو حاب تترك الفيديوهات تشتغل تلقائي بدك اياها تشتغل تلقائي مع صوت او بدون صوت. لو كان الخيار شغال معناته مع صوت، لو مش شغال بدون صوت. لو ننزل الاسفل شوي في عندك فتح الروابط خارجيا، لو شغلت هالخيار بامكانك انك تدخل على اي رابط داخل الفيسبوك ويفتح لك الرابط داخل المتصفح اللي انت عامله الافتراضي داخل تليفونك. لانه انا كنت مثلا يعني اعاني من هاي المشكله انه لما اكبس على رابط يفتح لي اياه داخل متصفح الفيسبوك نفسه، والمتصفح بيكون سيء وما في خيارات كثير. تمام، في اللائحه نفسها بامكانك تدخل على التشغيل تلقائي، ومن هون تتحكم كيف تشغل الفيديوهات تلقائيا او تطفيها. اول خيار بيحكي لك على بيانات اتصال الهاتف المحمول وشبكات واي فاي، يعني لو كنت على البيانات او الواي فاي الفيديوهات راح تشتغل تلقائيا. ثاني خيار بيحكي لك على شبكات واي فاي فقط، لو تختاره راح يشغل لك الفيديوهات تلقائيا فقط لو كنت شابك على شبكة واي فاي. الخيار الثالث اللي هو عدم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيا مطلقا، يعني لو كنت على بيانات الهاتف او شبكة الواي فاي ما راح يشتغل معك الفيديوهات تلقائيا ابدا. طبعا لهون اصدقائنا بكون انتهيت من الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وافادكم. لو عجبك وافادك لا تنسى اللايك، لا تبخل علينا بشير عشان الكل يستفيد من الفيديو، ويا ريت تشترك بالقناة لو ما كنت مشترك. لهون صار لازم اودعكم واحكي لكم بشوفكم بالفيديوهات الجاية ان شاء الله. كان معكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. And when you get back, they're killing me.